أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، وما يزال الحديث متواصل عن خروج السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو بوساطة كما يقال عراقية عمانية، كما أعلن العراقيون أو عفوا كما أعلن الحوثيون ذلك، ومن ورائهم أيضا إيران التي قالت أن رجل أصيب بكورونا واحتاج إلى رعاية صحية، الأمر الذي أدى إلى تدخل العراقيين لدى السعودية ومن ثم سمح له بالخروج عبر طائرة إخلاء طبي عسكري عراقية. دكتور علي الذهب، كيف يمكن قراءة هذا الخروج لإيرلو من صنعاء في سياق الرواية لنقول الإيرانية للموضوع مع غياب الرواية الشرعية أو الرواية المقدمة من التحالف؟ بعد التحية لك ولضيوفك وللمشاهدين جميعا، حقيقة أنا أتصور أن هناك مصالح مشتركة بين التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات طبيعة الحال وإيران. اقتضت هذه المصلحة أن يكون هناك خروج تحت مسمى ظروف صحية، أنه مصاب بكورونا أو ما شابه ذلك، لكن في حقيقة الأمر أن الموضوع ليس لا يمت إلى الحقيقة بسرعة. هناك مصالح مشتركة، هناك تفاهمات تمت تطبيع، نعم ستكشف عنها الأيام القادمة، قد تكون متعلقة بالغارات التي شنها التحالف على مواقع الحوثيين وتكبيدهم كثير من الخسائر، قد يكون فيها ارتباط بالهجمات المسيرة التي للطيران غير المأهول، قد يكون هناك يعني مقدمة للتفاهمات وإبداء حسن النية من قبل الجانبين، محاولة من إيران لخداع التحالف وخداع السعودية بأنها تحاول تدريجيا رفع يدها عن الحوثيين وعن دعمهم. وأنا أشك في هذه النقطة، وأنا قلت وأكرر أن إيران انتقلت أو عادت، لنقول عادت أصوب، أنها عادت من العلن إلى الظل كما كانت تمارس هذا الدور. ولا علينا أن عبد الرضا الشهلائي، وهو الرجل المطلوب لأمريكا وللتحالف، هو الرجل الذي يقود الحرس الثوري داخل صنعاء وهو يتواجد منذ العام 2013 ربما في صنعاء، وهو الأهم. يعني إيران ما تزال موجودة في اليمن، حتى الحوثيين اليمنيين منهم أقصد يقودون الحركة سياسيا وعسكريا هم مدربين لدى الحرس الثوري ويعتبرون جنودا لدى النظام الإيراني، يعني لا فرق بخروج إيرلو أو دخوله، لكنك ترى أن هذا الخروج لا علاقة له بالمسألة الصحية وإنما في سياق تفاهم سياسي بين التحالف وإيران في إطار في إطار تفاهم سياسي غير معلن ستكشف عنه الأيام القادمة القليلة القادمة. نعم. وهو إطار مفاوضات فيينا الحاصلة بين الجانبين، وأيضا هناك ارتباط أمريكي بريطاني بالمسألة، وأيضا يعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا مع بدأ المفاوضات في الجولة تقريبا الرابعة مع الولايات المتحدة فيينا بخصوص البرنامج النووي والمفاوضات السعودية التي تجري مع إيران، وايضا المؤتمر الامني العسكري الذي يجري بطريقه غير رسميه كما يقال في عمان، كل هذه الامر تصب في هذا الاتجاه. ولكن انا اقول انه كما تفضل بان المطلوب رقم واحد هو عبد الرضا الشهلائي، هو الذي يقود فعلا العمليه العسكريه، وان كان السفير حسن إيرلو مسنود له وبشكل مطلق كما عبر عن ذلك بالقرار تعيينه بانه اعطي الصلاحيات المطلقه، لكن ملامح الرجل تشي بأنه همزة اتصال سياسية وعسكرية لا يقود معركة على الأرض، قد يشرف قنوات اتصال الإمداد ما شابه ذلك، فرض إيران إرادتها وأنها متدخل بشكل قوي وأنها بيدها أوراق اللعبة والضغط على الحوثيين، هذه هي ملامح الصورة أكثر. الرجل من شكله لا يمت أنه قائد عسكري وأنه قائد ميداني، وأنه أتصور أنه كان قناة اتصال سياسية كان مسؤول الملف. نعم فعلا مسؤول الملف من قبل النظام الإيراني مع الحوثيين، وكان نقطة اتصال في لبنان، ومعروف تاريخ الرجل. لكن أنت ترجح أن الأمر أمر خروجه تم في إطار صفقة سياسية، دعني أستعلم عن هذا الأمر من الأستاذ سليمان العقيلي، وما الذي يرى؟ وهو ربما لديه وجهة نظر مغايرة بأن الرجل لم يخرج أيضا حتى بسبب طارئ صحي من كورونا، وإنما بسبب جروح أصيب بها في ضربة للتحالف. ماذا لديك أستاذ سليمان العقيلي بخصوص الموضوع؟ أولا اسمح لي أفند استنتاجات الزميل العزيز فيما يتعلق بوجود صفقة. الأجواء العلاقات السعودية الإيرانية ليست أجواء صفقات،
أجواء صراع وشد وجد. وأصحح أن ما ذكر عن حوار أمني بين السعودية وإيران في عمان تم نفيه. عمان تم نفيه. تم نفيه، يعني السعودية نفت ذلك. أي لم يكن حوار أمني بين مسؤولين، كانت ندوة للباحثين والخبراء الاستراتيجيين في الشؤون الأمنية والسياسية السعوديين وإيرانيين وغيره. وأعرف زملاء شاركوا في هذا الموضوع، وليس حوارا سعوديا إيرانيا لا أمنيا ولا سياسيا، يعني ليس حوار سياسي، حوار فكري بين سعوديين وإيرانيين وعرب وأردنيين وغيره. ثالثا بما يتعلق بإيرو، أنا أعتقد مو بأعتقد عندي معلومات أولية أنه خرج ميتا وليس حتى مصابا، وأنه نقل كجثة بسبب تعرضه لغارة جوية في اجتماع عسكري مع عسكريين أو ما شابه فيما يتعلق بالجبهات. نفي أنه شخصية عسكرية ما هو دقيق، هو شخصية عسكرية من الحرس الثوري، كان ضابط في الحرس الثوري، تاريخه كله في الحرس الثوري، والحرس الثوري منظمة عسكرية ما هي منظمة مدنية أو سياسية. ثالثا رابعا السماح السعودية والتحالف بإيرلو بأن ينتقل بطائرة عراقية جاء استجابة لوساطة عراقية أو لطلب عراقي، وتعرفون العلاقات العراقية السعودية أو السعودية العراقية علاقات دافئة في هذه الفترة. نعم، والمملكة استجابة للطلب العراقي سمحت لطائرة عراقية بأن تنقله، وربما تستهدف من وراء ذلك أيضا تسجيل نقطة إنسانية في ميزانها السياسي واحترام المملكة للقضايا الإنسانية ولشروط الاشتباك كل الحقيقة، وخاصة في الفترة الأخيرة هذا العام، وبعد ما يعني ربما بعد ما تسلم الفريق أول ركن مطلق للزيمع قيادة القوات المشتركة، رأينا الحقيقة دقة في الضربات ونتج عنه الحقيقة إصابات بالغة للحوثيين ومخازن ومستودعات أسلحتهم وذخائرهم التي كانت في الكهوف أو في المعامل والورش التي كانت موجودة في صنعاء. المهم أنه الحقيقة المناخ كله ما هو مناخ صفقات، يعني مناخ تنافر. إذن أنت ترى أن الموضوع وهو معقول من وجهة نظري، هو مجاملة من قبل السعودية للحكومة العراقية وهي تشهد علاقات دافئة في هذه الفترة، وعودة للنفوذ العربي لنقل في العراق وأيضا للتأثير، ولا يمكن قراءة هذا الموضوع في أكثر من هذا السياق. نعم. هذا ما أردت الحقيقة إيجازه. فيما يتعلق بوضعه، طبعا كورونا ما هي موجودة في القصة كلها، وأنا أعتقد لا أستبعد أن يكون وضع كورونا كسبب أنه استعدادا لإعلان وفاته في وقت اللاحق. نعم. الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا لك، وبإمكانك أن تبقى معنا إلى نهاية الحلقة لأستمع أيضا من تعقيب من الدكتور علي الذهب. دكتور علي الذهب، ربما استمعت إلى المعلومات التي ساقها الأستاذ سليمان العقيلي، وما رأيك بها؟ الحقيقة أنا أرى أنها تقليل للدور السعودي أو للجهد السعودي، لأن السعودية تمارس إدارة فن الممكن في إدارة الأزمة، وأن نقول بأنها أخرجته متأثراً بجراء هذه إدانة على السعودية في نفس الوقت، لأنها قد تكون استهدفت مكاناً مدنياً، والرجل قد يكون الرجل تواجد في مكان عسكري.
الرجل ليس بقائد عسكري، يعني نحن نتحدث لكنه عن عضو في الحرس الثوري معروف، وكان مشاركا في الحرب العراقيه الايرانيه، الرجل معروف ومن الخلص المقربين من علي خامنئي ومن رجالات الحرس الثوري، وليس رجلا مدنيا، هو حتى ليس عضوا في السلك، لا معلومات عن ايرلو، ليس عضوا في الخارجيه الايرانيه، هو تم المجيء به من الحرس الثوري وتعيينه سفير لدى الحوثيين. نعم اعلم هذه المعلومات، وانه منذ ان يقول لي هذا المنصب انه اسمه في السجل الدبلوماسي للخارجيه الايرانيه. نعم، ولكن انا احدثك الان عن واقعه، انه تقزيم، هذا تقزيم للتحالف وللسعوديه، انه خرج لانه في كورونا او مصاب بكورونا، وانه جريح. السعوديه بما فيها تؤخذ على بعد استراتيجي، اسمح لي، تؤخذ على بعد استراتيجي في اطار الازمه، في اطار ما يجري الان من مفاوضات، من ترتيبات، من تفاهمات، من مقايضات، هذه هي الملمح الاوضح. هذه قضيه. القضيه الاخرى بالنسبه للتفاهمات الامنيه او العسكريه بما يجري في عمان، هي بطبيعه الحال نفت السعوديه او لم تنفي، ولكن هو عبر عنها بانها الشكل غير رسمي، ولكن من يدري ان الشكل غير رسمي يمثل غطاء لاي تفاهمات اخرى، لان ايران لا لكن اسمح لي دكتور علي، لكن هناك لقاءات رسميه في العراق والسعوديه لم تنفيها، اذا لماذا تحتاج ان تنفي لقاءات الاردن ولا تنفي لقاءات العراق؟ إذا كانت السعودية اعترفت مؤخرا، وأنت تعلم أن المفاوضات قديمة ولم تكشف عنها السعودية، وقالت أنه لا يوجد. في نهاية الأمر يعني قبل أشهر قليلة اعترفت بهذا الشيء، وهذا كما قلت لك بأنه من أدبيات أو من الأشياء المطلوبة في الأداء السياسي، لابد من يكون في هناك تحفظ وتدريجي، ثم الإعلان بهذا. وأحيانا هناك بعض الاتفاقيات لا يكشف عنها إلا بعد سنوات أو عقود أو حتى يعني فترات طويلة. ما يهم الآن هو أن نقول أن ما بأي شكل من الأشكال خرج إيرلو بطريقة أو بأخرى، نقول أن إيران انتقلت أو عادت لممارسة دورها في اليمن من العلن إلى الظل، وهذا الدور هو الذي لعبته منذ 1980 عندما بدأت تنمي الحوثيين إلى أن وصلوا إلى حركة معلنة ومسلحة عسكرية في 2004، وبدأت تمارس نشاطها على الأرض، وهكذا تطورت إلى انقلاب 2014 و2015 عندما عملت معهم اتفاقيات مع وزارة النقل والطيران وما إلى ذلك. هذه هي خلاصة الأمر، أن هناك اتفاق بين الجانبين سيكشف عنه مستقبلا. الدور السعودي أو الدور التحالف قويا عندما نتحدث عنه بصفته الحقيقية، أما أن نقزمه بشكل أو بآخر فهذا أعتقد أنه كما قلت تقزيم وأن للعملية. خروج إيرلو، يعني ملخص كلامك، خروج إيرلو أو بقائه لا يغير من حقيقة الدور الإيراني القوي المسيطر على الحوثيين دون شك، لأن التسليح الإيراني للحوثيين إيراني، والتسليح يتطلب خبراء، ويتطلب إمداد تدريب، ويتطلب تخطيط، ويتطلب تقنيات، ويتطلب قطع غيار. إذن لابد ما دام معهم صواريخ إيرانية، معهم طائرات غير مأهولة إيرانية، معهم أسلحة إيرانية، لابد ما يوجد من خبراء، لابد من مدربين، لابد من مستشارين، وهكذا. حتى البنية، لنقول البنية التنظيمية للحوثيين بنيت على أيدي الخبراء الإيرانيين، وجميع القادة الحوثيين تم تدريبهم بشكل أو بآخر لدى حزب الله أو لدى إيران في إيران. دكتور علي الذهب، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب للتعليق على خروج إيرلو من صنعاء، وإن كان لديك تعقيب في إيجاز أستاذ سليمان العقيلي قبل أن أشكرك، بإمكانك أن تعلق. يعني أنا يؤسفني أن بعض المحللين اليمنيين ينظرون للدور السعودي أنه دور صفقات ودور تآمري ودور لا هو هو لا اسمح لي، هو لم يقل تآمر، وإنما قال الخروج أتى في جو من التفاوض، لنقل الإماراتي الإيراني، اللقاءات السعودية الإيرانية في العراق، هو قرأها في هذا السياق، التفاوض الإمريكي الإيراني النووي. على كل حال تفضل، لو كان هناك صفقة لتوقفت المسيرات والصواريخ، والمسيرات والصواريخ ما زالت تستهدف العمق السعودي، وآخرها مساء أمس. فأنا أستند إلى الوقائع وليس إلى التكهنات. الوقائع على الأرض تثبت أن الاشتباك مع إيران ما زال قائما وعلى أشده، التحالف يضرب بقوة، المسيرات والصواريخ البلستية ما زالت تنطلق، ولم يتغير في المشهد شيئا،
وأنا أعتقد إنه البعد العراقي في والإنساني على كل حال، والذي تروم ربما الرياض منه تسجيل نقاط سياسية، ربما أنه هو العامل الفعال في السماح لنقل إيرلو. ولا تنسى أن المبادرة السعودية أساساً قائمة على فتح مطار صنعاء ونقل المرضى والمصابين والحالات الإنسانية. نعم، الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ربما أتفق معك بأن التأثير العراقي أو الرغبة السعودية لتسجيل مواقف أو الانفتاح على الحكومة العراقية ربما كان هو الدور الفعال والأهم في هذه المسألة. شكرا لك أستاذ سليمان العقيلي، كنت معنا عبر سكايب. كما أشكر أيضا دكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا أيضا عبر سكايب، كما أجدد الشكر أيضا للأستاذ عبد الناصر المودع الذي كان معنا في المحور الأول، ودكتور محمد جميح سفير اليمن لدى اليونسكو والكاتب المعروف. والشكر لكم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.